مساء الفل مشاهدينا، لاباس؟ كي دايرين اليوم؟ جيت نشارككم واحد الشلاضه كترافق مع جميع المأكولات والمكونات ديالها موجودين وكدار في جميع المناسبات. عندي مطيشه بصله، الخيار، بيطراف، الخس، بطاطا، الرز، اللوبيا، شويه بزار، جبيضات، خيزو، ومايونيز، وكاشير، والطون، ومكونات على حسب كل واحد كي كيديرها، على حسب الطريقة ديالو باش يصايبها. وبعد ما سلقت الخضرة ديالي كلها وقديتها، وغندوزو دابا للتزيين ديال الشلاضة. نسلقو البيطراف نتاعنا باش غنقادو الشلاضة نتاعنا. وغادي نفكركم، لان درت غير شويه ديال الماء باش غادي يبقى الماء ديالو فيه، باش يبقى اللون ديالو هو هذاك. ما كنصفيو عليه لا ما لا، ولا كنخليوه حتى كيشرب. ونرجعو نسلقو البطاطا حتى هي وخيزو. غادي ندوزو نديرو الخيزو نتاعنا، سلقته هو، نخليوه يتسلق وما نطيبهمش بزاف باش ما كيبقى واقفين، الخضره كتبقى شاده راسها. وندوزو البطاطا حتى هي نسلقوها، وغنديرو البطاطا نتاعنا تسلق حتى هي، حتى هي ما نخليهاش طيب، حيت البطاطا دغيا كتهرى غير لما تغلى طفيو عليها. والخضر الاخرين غادي نسلقوهم ونتلاقاو، وغادي نسلقوهم بنفس الطريقه الخضر اللي باقيين، ونتلاقاو بعد التزيين. مكونات تابعوني، قدامكم مكونات. كان عندي هنا الخيار مع البصله مقطعه، عندي البيطراف مقطع، الشلاضه خضراء، البطاطا، اوراق الخس، البطاطا مسلوقه، الرز، والصلصه العتيه ديال اللي غادي نخلطوا بها المكونات ديال الشلاضه، فيها الخل وشويه بزار وزيت المائده، والاغيكو مسلوقه حتى هي، طون، مايز، خيزو مسلوق، مطيشه والبصله مقطعه، شويه كاشير ومايونيز. وغنمشيو جوج بيضات مسلوقين، ونمشيو نكملو الشلاضه نتاعنا الطريقه ديالها كيف غادي نحضروه. وغنكملو الشلاضه نتاعنا باش نقدوها. كنحطو الرز نتاعنا، نزيدو شويه كاشير، نزيدو مايونيز معلقه ولا معلقه ونص كبيره، الشرا نتاعنا، نزيدو شويه ديال الخل، الخليطه اللي غنخلطو بيها شويه، نخلطو الشلاضه نتاعنا مزيان. تتخلط كل شيء، نقادو الخس نتاعنا، حنا قادينا الخس نتاعنا، غادي نزيدو نقادو الخضر اخرى ونكملو الشلاضه معكم. الخلطه نتاع البطاطا وخيزو نديرو لهم هاد الخلطه الاعتياديه هادي اللي فيها الخل، شويه الملحه، شويه البزار، وزيت المائده، ونخلطو شويه شويه، نخلطوهم باش نقادو، نديرو لهم شويه، نحطو بنفس الطريقه، وندوزو المطيشه والبصله مخلطينها، نديرو الخياطة هو شويه فهمتي، ونكملو البيطراف
ونكملوا البيض راه في اللوبيا شعره نفس الطريقه، ونتلاقاو في التقليب. حنا قادينا الخس نتاعنا، غادي نزيدو نقادو الخضر اخرى ونكملوا الشرطه نتاعنا. نكملوا السلطه نتاعنا، ها السلطه ديالنا كملات. ايوا نمشيو بعد ما قدينا السلطه ديالنا، هي الاخير ديالها كي جا زوين، كنتمناكم تجربوها. ومرحبا بكم المشاهدين. اش كتضرب عليك؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.